بندعم اخواننا الثوار في السودان، وبندعم وبنطالب باطلاق سراح كل المعتقلين في سجون النظام. والصحفيه شيماء، الاخت الصحفيه شيماء عادل المصريه، بنطالب باطلاق سراحها وبتنسيق جميع السودانيين في جميع انحاء العالم مع الجبهه الداخليه، مع الناس في الداخل. والناس اللي طلعت دي كلها طلعت من جميع انحاء السودان، من دارفور، من كردفان، من النيل الازرق، من الشمال، من الوسط، كل اعراق السودان اجتمعت الان وتقول للبشير كفايه، جيم اوفر. بشير نهب خيرات السودان، بشير دنس الشعب السوداني، اهان الشعب السوداني، غطل الشعب السوداني، جوع الشعب السوداني. فالان الشعب السوداني بينتفض. شباب الثورة السودانية وقفنا أمام السفارة السودانية، لنا مطالب. المطلب الأولى هو إسقاط النظام البشير بكل آلياته، المباشر والخير مباشر. والآن نطالب أيضا بوقف الشعب السوداني والشعب المصري أن يتضامنوا مع الشعب كله لإسقاط نظام البشير. أيضا نطالب باسم الثورة، شباب الثورة السودانية، الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الأخ مرسي، أن لا يتعامل مع حكومة السودانية وخفض السفارة السودانية وطرد السفير. أيضا نطالب من حكومة المصرية الجديدة الديمقراطية بتجميد عضوية المؤتمر المدني من جامعة الدول العربية. حرية، سلام، وعدالة، والثورة خيار الشعب. حرية، سلام، وعدالة، والثورة خيار الشعب. نحن اليوم واقفين تضامنا مع إخوتنا في السودان، تضامن معاهم وقفتنا في السفارة السودانية مع كل ألوان الطيف السوداني، بغض النظر عن اتجاهاتنا، مختلف اتجاهاتنا، مختلف صحناتنا، مختلف اتجاهاتنا. نحن اليوم جينا نؤكد للشعب السوداني نحن نقف معهم قلبا وقالبا، ونحن حركة العدل والمساواة السودانية حماة هذا الثورة. نحن الآن ثوار أحرار سودانيين، امتداد للربيع العربي في السودان.